سمع سيرة؟ كم مرة نبهت عليك وقلت لك بطلي هذا على بنباط والخزعبلات هي؟ والله يا سيدي بطلت من زمان. يا سيدي بطلت من زمان. لا ما بطلتيها، شو أنا رح تعملي لك أنا؟ خلص التوبة ما عاد العيدة. سامحني يا سيدي مثل ما كنت تسامحني كل مرة. المرة ما عاد يمشي الحال وسامحك يا معسير النوب. ليش يا سيدي؟ والله أنت طيب وابن حلال وما بتحب تضر حدا. مزبوط، بس هالمرة ما فيني سامحك لسببين. السبب الأول انه اعتقلتك مره واثنين وثلاثه متلبسه واطلقت صراحه، قلت لحالي معلش درويشه، بس هالمره ما عاد في مجال بنوب. تعرفي ليش؟ لانه في بلاغ رسمي من مواطنه عم بتقول فيه انه انت عملتي له وصفه لجوزها لعبشتي لعبشه. مشان هيك هالمره راح يكون حسابك عسير يا ام عسير. شرطي خدها مخفوره بسرعه. شو هالمعسير هي؟ داريه 50 جو يخرب بيتك.